على الهاتف المستشار محمد الحمصاني، متحدث باسم مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. صورة جديدة لدولة رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي وعد بأن يتكرر أسبوعيا. النهاردة رئيس الوزراء من ضمن الكلام اللي قاله ان هو عقد اجتماعين قبل اجتماع مجلس الوزراء. احكي لي ماذا تم قبل المؤتمر الصحفي، يعني ايه اللي حصل في اجتماع الكهرباء وايه اللي توصلوا اليه؟ لان انا عارف انه عمل اول اجتماع عن مشكلة الكهرباء. بالفعل يا فندم، السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم حرص على ان يكون اول اجتماع لمناقشة الكهرباء، توفير الكهرباء. الاجتماع الثاني كان بخصوص ضبط اسعار السلع في الاسواق. الاجتماعين وخاصة اجتماع الكهرباء بيعكس حرص السيد رئيس مجلس الوزراء على تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين والتجاوب مع نبض الشارع المصري من خلال العمل على متابعة ما تم إعلانه من قبل، خاصة فيما يتعلق بوقف تخفيف الأحمال إن شاء الله خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري. فإن شاء الله يعني سيتم وقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري حتى انتهاء الصيف. والاجتماع اليوم جاء في إطار حرص السيد رئيس مجلس الوزراء على متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد. الدكتور مدبولي أيضا قال أن الرئيس كلف الحكومة بالإسراع بدخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. هي واحنا بنطلع طاقة متجددة كانت بتروح فين؟ المقصود بيه يا فندم انه يتم الربط ما بين المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، انه يتم ربطها مع الشبكة القومية. والاجتماع اليوم كما ذكرت حضرتك بالفعل هناك توجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد بالعمل على سرعة تنفيذ المشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بالشبكة القومية. وإن شاء الله يعني جزء من الاجتماع اليوم ناقش تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية والعمل على تنفيذها في أقرب فرصة ممكنة من خلال العمل على أنا سؤالي يا سيادة المستشار بعد إذن حضرتك، هي هذه المشروعات، احنا عندنا أكبر مشروع في العالم في الكرة الأرضية لتوليد الطاقة الشمسية، صح يا فندم؟ مظبوط يا فندم. هو المشروع ده مش مربوط على الشبكة بتاعتنا؟ بيتم ربط المشروعات يا فندم، ولكن المقصود كما ذكرت هو المشروعات الجديدة، المشروعات الجديدة التي لم تدخل بعد الخدمة والجاري تنفيذها، انه يتم الانتهاء من تنفيذها قدر المستطاع من قبل الشركات المنفذة في اقرب فرصة ممكنة لربطها على الشبكة القومية. طيب، رئيس الوزراء ايضا تحدث عن جهوده لتوفير السلع وضبط الاسواق، وعمل النهاردة اجتماع مع وزير التموين ومع رئيس جهاز حماية المستهلك واعضاء اخرين من الوزارات، يعني من وزارة التموين او من جهاز حماية المستهلك، وقال ان احنا مهمتنا ان يكون في مخزون استراتيجي من السلع الاساسية لحل اي مشكلة او ازمة طارئة. ماشي، ادي المخزون وادي دور وزارة التموين، حدثني عن دور جهاز حماية المستهلك من استغلال بعض التجار، ومش هقول كلهم. في الحقيقة دور جهاز حماية المستهلك هو جزء من الادوات الرقابية اللي بتستخدمها الدولة او استخدمتها خلال الفترة الماضية منذ شهر مارس حتى الآن، سواء كنا بنتحدث عن جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، وزارة الداخلية، وزارة التموين، كافة الجهات الرقابية كانت بتتابع على الأرض ما يتم اتخاذه من قرارات سواء على مستوى مجلس الوزراء أو على مستوى وزارة التموين ومدى التزام التجار به على الأرض. وعلى سبيل المثال يعني كما شاهدنا في الفترة الأخيرة، جهاز حماية المنافسة قام بتحريك بعض القضايا تجاه بعض الشركات المخالفة للقرارات، وكذلك وزارة التموين ووزارة الداخلية قاموا بتحرير بعض المحاضر للجهات المخالفة. ولكن
تكامل الأدوات الرقابية مع ما يتم اتخاذه من قرارات يعني أحدث ما أحدث أثر إيجابي في انخفاض الأسعار، خاصة ليس فقط من خلال الإجراءات اللي بتتخذ ضد الشركات المخالفة، ولكن من خلال الاتفاق في الحقيقة مع المنتجين ومع اتحاد العام للغرف التجارية، أمكن من خلال الاتفاق على خفض أسعار السلع الجملة، واللي انعكست بصورة تدريجية على سلاسل التجارية ومحل التجزئة. وتكليف اليوم اجتماع اليوم جاء في إطار متابعة الاستمرار في تلك الإجراءات، وأيضا كما ذكرت حضرتك تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة بناء مخزون استراتيجي من السلع يمكن الدولة من مواجهة أي ارتفاعات طارئة في الأسعار. طيب سيادة المستشار اسمح لي بس هنا عايز أسأل حضرتك سؤال، أن رئيس الوزراء وعد بأن يكون هناك مؤتمر صحفي أسبوعي سيقوم به للإجابة عن الأسئلة، مين اللي مسموح له يحضر هذا المؤتمر، وكيف سيتم التعامل مع الإعلام، لأن أكيد هيكونوا أكتر من مجموعة صحفية يعني مسجلة لتغطية أخبار مجلس الوزراء؟ الاجتماع طبعا يعني اللي اعلن عنه السيد رئيس مجلس الوزراء انه سيكون هناك اجتماعات اسبوعيه عقب اجتماعات مجلس الوزراء، الغرض منه بكل تاكيد هو التواصل مع الاعلام، وكما ذكرت حضرتك انه هناك يعني هناك تواصل من خلال الصحفيين المعتمدين لدى مجلس الوزراء، ولكن السيد رئيس مجلس الوزراء اشار ايضا الى انه الاجتماعات ان شاء الله يعني ستشمل التواصل مع السادة الإعلاميين، وعلى الأقل مرة شهريا سيتم التواصل مع السادة الإعلاميين، وكذلك سيتم التواصل مع السادة المفكرين، وأنه هذا الأمر بيأتي في إطار التواصل العام مع المجتمع والحرص على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية في الشفافية والتواصل مع الرأي العام وشرح كافة القضايا، فإن شاء الله سيكون هناك تواصل أيضا مع السادة الإعلاميين وأصحاب الفكر. سيادة المستشار محمد الحمصاني متحدث باسم مجلس الوزراء، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.